باسل؟ الحمد لله. تجربتك مع الغربة؟ والله الغربة كانت غربة، ثم عاد ثم غربة. عن قديش مشيت انت؟ والله مشيت من 83 حتى 2010. تو تو روحت؟ لا نمشي ونجي، نمشي قبل كنا نمشي ونجي، ما كانش فيزا كنا نمشي ونجو. تو 2010 هزيت الوليد نتاعي مرض اللي مات لي غادي في ايطاليا، فهمت؟ هزيت باش مرض، هزيت باش نداويه مرض اللي غادي. قداش عمره؟ في تونس عمره مات، عمره 17 سنة. زيد تعالج فيه في 2010؟ في ايطاليا توفى لي غادي. عمل عملية غادي؟ هاي عملية زرع. زرع شنو؟ زرع بالتونسي زرع النخاع، فهمت؟ كي هزيتو غادي يرحمه، تو احنا فرصة تفكرناه وترحمنا عليه. توبا في تونس شنو قالوا لك؟ ما عندناش لهنا، ما عندناش، مش ما نحن في تونس بصفة عامة في العرب ما عندناش تبرع، ما نتبرعوش بالعرب، ما نتبرعوش نحن، فهمتي؟ خافوا ياسر على حياتنا، وخافوا انت توميت باش تبرع بكلوة ولا بقلب ولا لا، حتى تبرع بالدم احنا بالمناسبة هما ما نحن شنو، ونحن ماخذينها اللي هي تبرع ذاك حرام، فهمت؟ وعد التجال. مشيت في 2010 في 2010 قبل الثورة. هزيتوا على اساس في فين هزيتوا؟ في سبيتار شنو؟ سبيتار روما. كنت منسق كل شيء، طب وكل شيء، قبلوني كل شيء، كل شيء ما كل شيء ما غادي بلاش. اجريت العمليه، اجريت العمليه ونجحت، وبعد شهرين تعكرت الصحه حال. بعد شهرين توفى غادي؟ توفى. علاش ما سيبوش؟ سامحني ما تصيرش، علاش ما سيبوش دوبا ما اجى العمليه وروح لتونس؟ لا ما سيبوش، سيبوش نقاها فتره، نقاها هما حتى، هما حتى كي باش يداووك يعطوك دار معناها بعيدة على المبمو، بعيد على بعيد على كل شيء، فهمت؟ بعيد على كل شيء. لا التجربة كانت صعيبة؟ صعيبة بطبيعة. تعطلت كي روحت؟ صرت والله لا. يمكن انت خاطر عندك علاقات؟ لا لا والله لا، نحن الله يرحم لي حكم تونس قبل. طب بالنسبة لنا نحن بورقيبة تموت غادي، ما تخلص حتى دورك، تروح بولدك وما تخلص حتى دورك. في عهد بن علي زاده ما تخلصوش هيك؟ في عهد بن علي سواء حارق ولا كلك، سواء انت ولدك عمل هذيك اتفاقيه بورقيبه عملها، معناها التونسي تتكفل به الدوله نتاعو وتروح به. تونس وليبيا كاهو في العالم هذا كله تشوف فيه. من وقتها من اللي فصت ولدك وليت قررت انك ترجع فوا بورتوت؟ لا رجعت 2012. 2012 ما ثم شيء. شو خدمت غادي؟ ما ثم شيء، ما خدمتش في سنوات اللي قعدت فيها. والله اللي خدمت. كيفاش كنت ناكل؟ قلت لك ما عندهم هما كل شيء، ناكل ونشرب و كنت عندك منحة بلوتو؟ عندي حتى منحة، ندبر في راسي هكاك شوية فلاحة شوية واحد. خدمت الفلاحة في تاريخ؟ هاي خدمة كومي، هاي كومي، ما يزمك ما تفرقش ولدك، ديما يزمك بحذاه باش تمشي حتى باش تشري دخان تاخذ اوتيليزاسيون باش من الثمانينات لحتى 2010 بصفة مستمرة، ومن بعد هيك شحال بطل؟ 93 انسى اوروبا. شنو تغير وقت؟ كل شيء تغير، حتى النظرية نتاعهم للعرب تغيرت، فهمت؟ حتى نظري نتاعهم العرب تغيرت. هما يعترفوا بك، يعترفوا بك في صورة ما كنت كفاءة، كنت مهندس دكتور وكنت متميز في اختصاص معين، ابار سا ما يعرفوش. شنو غادي بطال وتسرق وتبيع في الغابر وتعمل شنو من بيت البر شنو؟ برشا كان يعمل. هي هاو كيما نحن، كيما نحن تو هالكحلين تو لهنا هاو بيت البر. تونس هكا؟ تونس هكا مش كيسيون، كيما انت مشيت وكيما غيرك وشباب الناس من عائلتك مشاو باش يلوجوا على حياة أخرى، زاد هما زاد لي زافريكان جاو يلوجوا على حياة باش يعيشوا زاد. لا صعيبة حتى حتى في حتى بالبرا بالك، شوف فيها من هنا شوف تفرهدوا راهو يتفرهدوا، كان كيجي لتونس راه يجيب لك 3000 وروب 10 ملايين تونسي يتفتق روحك الشهر شهرين ويروح وغادي، ونقسم بربي تشوف فيهم كيفاش عايشين الدوخي. انت كونت في تلت السنوات اللي عديتها في ايطاليا؟ لا لا بس روحك كيما غادي توا كيما اخي كل مرة على محل تصلح بلادي خير. هي بلادي ما عنديش دار، نمشي لولد خالي، نمشي لولد عمي، كان راسي ونرك غادي شكون يمشي يقبلك؟ وراي سخانتهم مش كما سخانتنا، وبردهم مش كما بردنا. راه عشت في القناطر سامحني في الكلمة. نعم نرجعك للذكريات. انا نشوفهم. انا عشت عام ونص في سان كاميلو، في سبيطار سان كاميلو، شاطرو توانسه بياتوا في سبيطار، بياتوا في الكاف. انت عشت في سبيطار؟ خدمت؟ لا ما بيعته كي ولدي باش يرقد غادي في السبيطار، يمكن انت مرافق نتاعو. قبلها نحكيو على قبل الفتره. قبل لا قبل الفتره هذيك ما ثماش، ما ثماش الحكايه هذيك. كانت شويه وكانت كانت موجوده الفلوس. من اللي طلع سنوات خدمت؟ من اللي طلع قلت لك من 93 انسى اوروبا، 93 انسى اوروبا. من جاتك فجاتكش فترات صعيبه قلت يا ليتني ما روحت؟ لا عمري ما ندمت على المروحه لتونس. لا جمله
ممكن قد يكون انت خاطر خل توفلك فيها عزيز. لا والله لا والله لا ها عندي انا شكون يعيش لبرا يا بنتي. باش نقول لك يا بنتي راهي تونس اوروبا راهي ما عادش اوروبا. هما بيدهم يطلبوا هما تو شفت يجي يكري لك المحل نتاعو التشينيزي ولا يكري لك البنغلاديشي فهمت باش ياخذ هذاك ويخدم معاه راه موجود معناها اكثر خدامه في الدنيا هذه مشكون ما مطلعين باري مشي لتالي وشوف تو تشوف يكري البار نتاعو التشينيزي تراجعت برشا مستثمرين توانسه حتى هاو شباب تونس يحب يحرق مش فاهم ب 87 ب 10 ملايين بنيت عمي ب 10 ملايين ما نجمش اعمل حلش عطار ما يحلش حماص ما تنجمش تقنعه بالعكس هذا 10 ملايين مشي بالو معناها شي يمشي يحرق بهم في نهار وما يعملش فيهم حاجه والله انا شفتي انا قلت انا كان جيت عندي سلطه خليهم يحرق خليه نعطيه من غير ما تدفع لي فلوس برا نمشي تو 10 وين نعطيه شهر في دي شهر بركه في دي ما يروحش يبوس تراب تونس يبوس قم وبوه انا ما عادش المظاهر قد تكون المظاهر انه مروح بكرهبه وهي تقع في هي غادي صح ما يعرفوش تو كهرباء غادي ب 200 يورو ولا انا كهرباء ب 34 مليون وب 35 مليون وب 70 مليون شنو كهرباء شنو الكهرباء في شويه بس وبرفان هي كهرباء في اوروبا اعتبارها شريتي بسيكه دخان اللي مشكلتهم الفيز مظاهر يا حبيبي ما اسمع نقول لك الحاجه الاولى والحاجه الاخرانيه كم قا الشعب التونسي كم قا التعليم في الشعب التونسي كان جا التعليم في تونس بقى هو بيدو راهو شباب تونس ما يخممش تخمم مظاهر التعليم تو اليوم يقنعوك اللي مش بالضروره تاخذ شهاده اللي مش واخذ شهاده جامعيه ولا مش متكون ينافس اللي متكون واللي قاري يقولوا لا انت ما نجمش تفرض روحك شهاده مش لازمه ما حشناش بها ما تقراش اللي نحكوا بالمنطقه شارع مع قيس عايش كلها في اللوتوروت كلها في اللوتوروت تبدل شنو لازم يتبدل والله العبد لازم يبدل عقليته راه الشباب يسمع بدل عقليته على خاطر عقليه مثلا ما عندناش شكون باش يوجهها مش شكون باش يحكي معاه ما ثماش شنو حرقة شنو الحرقة ويقعد في ابار الحرقه هو تقع عمره كامل وصل 30 عام وقاعد نسبه منتشره في شبابنا قاعد في الدار ومعمل على امه انا ها نوريك انا تو بنات مترزه بنات مترزه وراس النبي محمد مترزه واستاذه ويجوا يقعدوا بحذايا في القهوه ونقسم ربي يخدموا سيرفير ما لقيتش خدمه تخدم سيرفير والراجل يحب شنو انت مبانك في الدار تحب قاعد باك موان 5 وما يخدمش يباك حتى بليس 10 لا خاصه المواب بليتو تو ماكش قاري وتقول انا قاري وتاش قريت ما قراو الناس فما مهندسين بطاله يا بنتي انا مهندسين بطاله يا بنتي انا مهندسين بطاله هو يحب يبقى بطال هي سيد تحب الخدمه تجيك لهنا للدار ما واسع انت اسعى تو ربي يعطيك ربي مسكر حتى باب راه شكرا لك صدق عاش اختي